ورجعنا لكم في برنامجنا النهارده. فقرتنا الثانيه معلومه جديده، معلومه رياده الاعمال، واحنا معاكم زي ما قلنا المرحله الجديده بتاعتنا ازاي نبتدي مشروع. ابتدينا تمهيد المره اللي فاتت عن المشاكل وكيفيه حلها وازاي ناخد نعرف ان دي مشكله او دي فجوه في المجتمع احنا هنحلها، وعرفنا وخدنا مثال عن مشكله ان الناس بتيجي وقت الامتحانات والطلبه ما بيلاقوش حد، بيبقى فيه ضغط على كتابه الورق او الملازم او الذي منه. فشفنا واتكلمنا مع بعض لو انا عندي امكانيه ان انا احل المشكله دي وفي نفس الوقت تبقى مصدر دخل ليا، يبقى احلها ازاي واعرف منين اذا كان الناس راغبين فيها ازاي، وازاي اشوف الفئه المستهدفه بتاعتي في المجتمع، والفئه المستهدفه دي هل هي اللي هتبقى معايا ولا شويه هنخلص هو الشارع بس، ولا المدينه ولا المركز ولا القريه. زي ما قلنا الفئه المستهدفه لازم تتقاس بحيث انها توصل معايا وتبقى موجوده معايا اكتر وقت ممكن، مش يعني اكثر بمعنى اكثر، انها تبقى موجوده وقت كتير جدا معايا بحيث ان انا مش تاني اسبوع الاقي الدنيا قفلت وخلاص. لا، احنا عرفنا الكلام ده كله وعرف من اول المشكله لغايه الفئه المستهدفه. يعني يجي للمرحله الجديده بتاعتنا اللي هي الخطوه الخامسه، دراسه البدائل. احنا قلنا على حاجات المره اللي فاتت هي تعتبر بديل من البدائل. الفقره الخامسه بتقول هنا ندرس جميع الحلول من حيث امكانيه التنفيذ والتكلفه وغير ذلك من الجزئيات الخاصه بالمشكله. بمعنى ايه؟ نشوف الشريحه يا جماعه معانا. الخطوه دي بتوضح لنا ان في بدائل، في حل واحد وفي حل اتنين وفي حل تلاته. مثلا ايه هي الحلول اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت؟ قلنا اذا كان عندي انا امكانيه ان انا بكتب بس على الكمبيوتر وان انا هقدر اوفر وقت واقدر اكتب للناس الملازم دي، عندي امكانيه ان انا اشتري جهاز كمبيوتر واشتري معاه طابعه علشان اكتب واطبع للناس دي، عندي امكانيه ان انا اجيب كمان حاجه بالالوان علشان لو حد محتاج تصميمات معينه ابتدي اصمم له. ادي ثلاث حاجات انا عندي امكانيات ليهم. اشوف ابتدي زي ما قلنا المره اللي فاتت ابتدي اجرب نفسي في ان انا اروح سايبر وابتدي اعمل لنفسي دعايه وابتدي اشتغل وابعت للناس دي، اشوف الزباين بتقول لبعضها ولا لا، وبتبتدي تشوف معايا الدنيا ماشيه. خلاص وصلنا المرحله دي وبقيت انا حد في السوق، انا مشروعي بقيت انا ناجح وعليا طلب. عندي ثلاث حاجات ادينا قلنا عليهم. طيب الحل من الحلول دي ايه اللي هيخلينا ننفذ حاجه من الحلول دي؟ امكانيه التنفيذ والتكلفه. هل انا عندي فلوس اجيب كمبيوتر او لاب؟ هل انا عندي فلوس اجيب طابعه معاهم؟ هل انا عندي امكانيه ان انا اجيب طابعه بالالوان؟ دي حاجات يبقى انا اشوف اول حاجه امكانياتي، انا شفت الاول امكانياتي الشخصيه اللي انا بعرف اكتب او بعرف ان انا اصمم. تمام. الحاجة التانية انا عندي امكانية مادية ان انا اجيب الحاجات دي ولا ما عنديش امكانية مادية ان انا اجيب الحاجات دي. التكلفة اللي انا هشتغل بيها، انا دلوقتي كنت مثلا جربت نفسي على السايبر وطبعت الورقة ب10 جنيه مثلا وبعتها ب12 جنيه، هل في امكانية لما انا اجيب الجهاز الكمبيوتر او اجيب الطبعة عندي ان انا هبص الاقي التكلفة عندي قلت فبالتالي انا هربح، هيبقى عندي جزء اكتر، بدال 10 جنيه يبقى تكلفتها 8، بدال 8 جنيه يبقى تكلفتها 6، ولا هبص الاقي نفسي مش زريان بعشي وبخبط كده وجبت رحت جبت كمبيوتر ب 100,000 جنيه وجبت طبعة ب 50,000 جنيه وبص الاقي نفسي التكلفة الحدية بتاعتي زادت وانا بعمل حاجة غالية على الناس مش ياخدوها. الكلام ده كله لازم احسبه، لازم اشوف الحاجات دي هي تكلفتها قد ايه، انا اقدر على تكلفتها ولا لا. لما انا اجيبها انا هجيب رزمة الورق بكذا، هجيب الحبارة بكذا، هجيب الحبارة الالوان بكذا، هاخد وقت كذا في الكتابة، انا اذا كنت طالب اذا كنت موظف اذا كان عندي شغلانة تانية، الوقت ده هو هيجيب لي كم الفلوس اللي انا هجيبه لو اشتغلت شغلانة تانية. الامور دي كلها بتفرق معانا، وعلى اساسها التكلفة والوقت وانا اللي هشتغل ولا لا، وفي حد هيشتغل تاني معايا ولا انا تمام كفاية كده مش محتاج مساعد معايا. بناء على كده ابتدي احدد ايه اللي انا هبتدي بيه. انا هبتدي يا جماعه هجيب كمبيوتر وما عنديش فلوس اكتر من كده، او مثلا هاخد يعني ما بفضلش او ما حدش بيفضل او من اللي بيشتغل في الاعمال ان هو ياخد قرض. القروض يعني اولها بتبقى سحب، مش ليه بيبقى عليها التزامات صعبه كتير. احنا ممكن ناخد سلفه من الاهل من الاسره، نعمل جمعيه. احنا بنتكلم دلوقتي في حدود المشاريع المعقوله اللي هي على قد ايدنا وعلى قد الهاند ميد زي ما قلنا، فدي ممكن نبقى نعمل جمعيه حلوه ونبتدي ناخد من اخواتنا واهالينا ابونا وامنا سلفه معينه بحيث ان انا من الربح اللي جاي لي ابتدي اسد. لكن لما انا اخد قرض معين في مرحله زي دي ومرحله صغيره هبص الاقي عليا بتتكاتف عليا
الديون بجانب الفوائد، فده شويه مش مرغوب. حتى كل رجال الاعمال ورياد الاعمال ما بيفضلوش موضوع القروض، ممكن يفضل زي ما قلنا قبل كده الشراكات، لكن القروض شويه بتبقى فيها مشكله ان انا لسه ببتدي حياتي ولسه بجرب، فممكن يبقى ما عنديش دراسه كافيه لهذا الوضع. بص الاقي نفسي غطست كده ولا عارفه اسد ولا عارفه اعيش، فالدنيا تبوظ مني. فاحنا المفروض خلاص زي ما قلنا عرفت امكانياتي وعرفت حالي، فببتدي للمرحله اللي بعدها اللي هي اختيار انسب الحلول. اختيار انسب الحلول ده ليه مراحل معينه، اللي هي ايه؟ بتكون عمليه انجاز القرار انسب الحلول المشكله، اللي هي بيبقى الحاجه اللي اسرع، الحاجه اللي احسن لي، دي حاجه افضل حاجه ليا انا اقدر اعملها وانا اقدر اتواصل واعمل احسن حاجه. الحل المناسب هو اللي يوصل النتيجه المرجوه، يوصلني للنتيجه اللي انا عايزها، اللي هي انا عايزه اعمل شغل الزباين وعايزه اوصله في احسن حاجه وفي احسن وقت، وفي نفس الوقت اكون ربحت، يكون انا مش عملت وخسرت كده وضيعت وقتي وضيعت فلوسي واقل جهد ممكن واثر وقت، زي ما بنقول ان احنا في اقل وقت واقل جهد في ظل الظروف الامكانيات المتاحه. الظروف والامكانيات المتاحه، الظروف دايما بناكد عليها، زي ما بقول انا يا جماعه عندي جهاز كمبيوتر وهطبع بعد كده عند حد تاني ولسه ما عنديش فلوس طبعه، مفيش مشكله عدي المرحله دي، بدل ما تكسب 2 جنيه تكسب جنيه، وبعدين ناخد من الجنيه ده اللي يكفينا ونبتدي نحوش فلوس الطباعه ونجيب الطباعه وبعدين يبقى ال 2 جنيه لينا، فناخد مرحله مرحله. عندي فلوس اجيب الطباعه والبرينتر والالوان، بجيب، ما حدش قال لا، بس زي ما قلنا نحسب التكلفه الحديه بتاعتنا اللي هي انا عندي كذا وكذا وكذا بيكلفوني كذا، الورقه بره بجيبها من كذا ببعتها لكذا. بتيجي بعد كده خيارات ان انا ببعت للناس اوبشن، انا هبعت لك ملف بي دي اف يكون معاك طول العمر، انا هعمل لك الحاجه بدل في 3 ايام في يومين، دي حاجات ممتازه جدا، ان انا مثلا اعمل بدل 10 ورقات اعمل 12 ورقه بسعر 10 ورقات، بس ابقى حاسب الموضوع ده. لكن ممكن الكلام ده بيتاخد في الاول كعرض وترغيب للناس عشان تيجي تجرب شغلنا، فلما تيجي تجرب شغلنا بتبص تلاقي شغلك كويس وبتعمل لها في اقل وقت، وفي نفس الوقت بتعمل لها بارخص لانك بتعمل 10 ورقات بدل 12 ورقه بسعر 10 ورقات، فبالتالي بيبتدوا يتكاتفوا عليك وتبتدي تشوف مشروعك نجح ولا لا. نيجي للمرحله السادسه او المرحله نمره 6 في طريقه حل المشاكل، تجريب الحل. احنا بقى ايه بنسال نفسنا هنا؟ من سيقوم بذلك ومين هيتعاون معايا وايه اللي انا يجب ان اعمله؟ انا خلاص عرفت ان انا عندي كمبيوتر، بس انا هجيب كمبيوتر وطبعه. طيب خلص الكلام، انا عرفت ان انا بعرف اشتغل على دول وعرفت ان انا اقدر اجيب دول وجبتهم. هعمل الكلام ده فين؟ هعمله في بيتي؟ هل بيتي مناسب؟ هل بيئه مناسبه لهذا؟ ولا المفروض ان انا اخد لي مكان؟ احنا زي ما بقولنا كل حاجه نقدر نوفرها نوفرها في الفتره دي، لان انا بعمل مشروع على قد الايد، مش عايز ارتبط بايجار، مش عايز ارتبط بمواصلات كتيره، مش وقلنا الحاجات الهاند ميد او الحاجات القصيره بتريحنا شويه في ان احنا نشوف الافضل معانا ايه. فاحنا في الحاله دي بنشوف انا كفايه هقدر اكتب لوحدي، انا هعرف اصمم، ده اضافة، ولا التصميم ده مش شغلتي، هحتاج لو حد حابب من العملاء بتوعي ان يبقى فيه تصميم معين الجأ لحد في السوق لسه مبتدئ زي انا ساعده، او لو حد بروفيشنال حتى برضو يقول لي صمم، هو يصمم لي دي وانا راح حطها في التصميم، وفي نفس الوقت انا بعملت العمل متكامل، ساعدنا بعضنا، هو اشتغل انا اشتغلت، وصلنا المنتج للزبون اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه، وعملت الحاجه باحسن كفاءه. ليه؟ لان انا كفاءتي ان انا اكتب. خلاص خلص الكلام، ما كبرش واعمل اكتر وبوظ الدنيا. اما اتعلم، احنا قلنا لازم مهارات جديده ولازم يبقى انا ابتدي اعمل حاجه زي دي، ما اتعلمتهاش يبقى انا الجا لحد يكمل معايا. تمام، بناخد احسن تكلفه، بنحسب الدنيا دي كلها واحسن حاله واحسن وقت، وخلاص وظبطت الدنيا وعملته، يبقى انا خلاص هبتدي اعرف انا حليت مشكله الناس دي ازاي، الموضوع صح ولا غلط واتعمل ولا ما اتعملش. بعد ما وصلت لمرحله ان انا جبت امكانياتي اللي انا عارفها، امكانياتي الشخصيه، امكانياتي الماديه عملتها، اشتريت الحاجات، ابتديت اجرب. احنا زي ما قلنا عملنا تيست بسيط الاول ونزلنا عملنا في السوق، لان ده يتوافق عليه، لازم تيست في اي مشروع، كل مشروع بيبقى يعني فيه لازم قياس جوده معين، بننزل السوق ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. فانا بوصل بقى خلاص ابتديت اشتغل زي ما قلنا، عملت عروض للناس، عملت باحسن وقت، عملت باحسن جهد، وصلت الناس ان انا هجيب لك حاجتك، ان حاجتك تبقى معاك موجوده بي دي اف مطبوعه ولا مش مطبوعه، جايه لك ازاي، جايه لك ازاي. المشكله اتحلت،
انا مثلا في مركز معين ولا في منطقه معينه ولا في قريه معينه ولا في شارع معين مشكلتهم اتحلت، انا حسيت ان انا مثلا في 20 30 40 50 100 حد، الحد دول انا حلت لهم مشكلتهم وظبطت الدنيا معايا وظبطت معاهم، تمام كده انا عملت لنفسي مشروع، بقيت انا المشروع وبقيت الناس دي زبايني وبقت الناس دي معايا، ابتدي اعيش مشروعي الجديد بان انا اكمل انجازاتي او اعمل توسعاتي طبعا مرحله مرحله وبالراحه وعلى قد ما امكانياتي توصلني. في مشكله حاصله معايا ابتدي اشوف من جديد، او مثلا انا ما حلتش مشكله الناس دي، في حاجه معينه ما ظبطتش معايا، التوصيل بتاعي ما ظبطش، تمام يبقى انا ابتدي اشوف ايه المشاكل اللي حصلت في الحلول بتاعتي وابتدي اعيد نظرتي فيها تاني وابتدي ارجع اقيم مشروعي، في مشكله احلها، في نقص يعني في حاجه معينه اكملها، بحيث ان انا اوصل ان يبقى مشكلتي اتحلت ومشكله الناس اتحلت، انا مشكلتي ان انا اعمل مشروع هم مشكلتهم ان انا اوفر لهم اللي هم محتاجينه واحل لهم مشاكلهم اللي المشكله اتفقنا عليها. احنا اتكلمنا عن المشكله بصفه عامه في الحلقه اللي فاتت والحلقه دي، والمره الجايه ان شاء الله هنبتدي ناخد زي كده كورس صغنن مكثف عن المشاريع اللي هي دي بالورقه والقلم وبالاله الحاسبه، وبرده هيبقى تمهيد لكورس اكبر منه بكل الطرق بتاعه التسويق والدعايه والاعلان وكل حاجه. معاكم وابعتوا لنا اقتراحاتكم وايه اللي انتوا عايزين تطبقوا عليه، وكل واحد يكتب حلمه في ورقه ويكتب الحاجه اللي هيشتغل فيها عشان يطبق معانا في نفس الوقت، وابعتوا لنا على الواتس مشاكلكم وايه اللي تتمنوه عشان نكمله معاكم ان شاء الله. شكرا ليكم، وفاصل ونرجع لفقرتنا الثالثه ببرنامجنا اليوم.